البلاد اللي زي حالتنا لازم يكون في اوعيه على جنب، والكلام ده انا عملته في وزاره الصحه. اعمل مشاريع تانيه، اعمل شركات تانيه، انا اقدر بالملاءه الماليه اللي موجوده ديت، بالتدفق المالي الشهري اللي موجود ده، اخش في مشروعات مش ب 500 مليون في الشهر، باكتر من كده بكتير. طب السنه الجايه ولا ممكن يبقى تعمل بمليار في الشهر، طب السنه اللي بعدها ممكن يبقى مليارين في الشهر، السنه اللي بعدها يبقى 3 مليارات في الشهر. بالله العظيم ده حلم. ان شاء الله ان شاء الله هنعمل وهنعمل وهتشوف. مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من مصر. اللي سمعناه ده كان جزء من كلمه السيد الرئيس النهارده اثناء افتتاحه لمصنع انتاج الغازات الطبيه والصناعيه ومحطه توليد الطاقه الثلاثيه بمجمع الصناعات الكيماويه في ابو رواش في محافظه الجيزه. الرئيس تطرق النهارده في حديثه وفي مداخلاته لاكثر من جزئيه، اللي هي الشواغل اللي بتشغل بال الراي العام والمواطنين في الدوله. الرئيس تحدث بكل وضوح وبكل صراحه عن كل الشواغل اللي ممكن تكون بتدور في اذهاننا جميعا كمواطنين، ما يتعلق بفاتوره الاستيراد، ما يتعلق بالسلع الموجوده في الموانئ، ما يتعلق بقوه الاقتصاد المصري وحال الاقتصاد المصري، فكرة الدولار والعملة الصعبة ومدى توفرها ومدى قدرة الدولة على توفير الموارد أو تدبير الموارد خصوصا الدولارية عشان توفير السلع وخروج السلع الموجودة في الموانئ. الرئيس اتكلم على قدرة الحكومة إذا كان الناس مسكت مثلا في الدولار، ولكن الحكومة عندها يعني ما هو تحت إيديها يكفي انها تقدر تتعامل مع الموقف، بدليل يعني ما حدث خلال ال 21 يوم اللي فاتوا وكم الافراجات اللي تم بالفعل الافراج عنها، والموارد الماليه اللي هي 5 مليار دولار عشان خروج البضائع من المواني، والاربع والخميس بس 300 مليون دولار. كمان رئيس وعد ان في بضائع اخرى وفي سلع اخرى ان شاء الله هيتم تدبير الموارد ليها وتكون متوفره في الاسواق في خلال الاربع خمس ايام الجايين. كمان الرئيس تطرق إلى جزئية هي فكرة التصنيع المحلي، وضرب مثال بده بمصنع الأسمدة الأزوتية اللي هيفتتح إن شاء الله قريبا وإنتاجه 700 ألف طن. ده جزء مهم جدا في التعامل مع أزمة العملة الصعبة، حتى لو ما فيش أزمة، فكرة أن يكون موجود منتج محلي يكفيني أو يخليني أقدر أستغني عن استيراد هذا المنتج من الخارج. الأسمدة الأزوتية دي أسمدة طبعا مهمة جدا ورئيسية جدا بالنسبة للزراعة، وظهرت الأزمة حقيقي وقت الأزمة الروسية الأوكرانية وفي بدايتها، خصوصا لما حضراتكم عارفين أن معظم هذه الأسمدة الأزوتية بتيجي خصوصا من روسيا، وجزء كبير برضو بيجي من أوكرانيا. فلما حصل أزمة وصعوبة في الشحن وصعوبة في الإفراجات، يعني العالم كله بدأ يفكر وإحنا كمان بدأنا نفكر ليه لا ما يكونش عندنا النهاردة مصانع للأسمدة الأزوتية، أو نتوسع في مصانع الأسمدة الأزوتية بما أننا بنتوسع في الأراضي الزراعية. الرئيس اتكلم على هذا الأمر وهذا المجمع اللي هيفتتح قريبا إن شاء الله، وبطاقة إنتاجية 700 ألف طن على الأقل، وده هيخدم التوسع الزراعي في الفترة الجاية. الرئيس اتكلم على جزئيات بتخص الناس كلها أو بالأخص الفئات محدودي الدخل. الرئيس اتكلم على المواطن اللي بيقبض 3-4 آلاف او حتى 10 آلاف، وان هو طبعا هذا المواطن مش قادر ان هو يقدر يوفي بالتزاماته، وبالتالي لازم على الدولة انها تسعى انها توفر له الموارد المالية، انها تحسن من ظروفه، انها تحسن من دخله، وان كل هذه الامور تحت عين الدولة وتحت عين الحكومة وتحت عين القيادة السياسية. اوعوا تكونوا فاكرين انتم احنا مش حاسين كبني ادمين وكمسؤولين ان الاسعار حمل على الناس، بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. يعني كل يعني بقى شرحت حاجه واحده بس في موضوع واحد، لو كلمت على الكهرباء هتلاقي نفس الكلام. لو والله النهارده الدكتور شاكر حب يسعر الكهرباء هو والشركه والبترول بالتكلفه الحقيقيه، والله انا مش بتكلم على اللي احنا بندعمهم، الكلام ده انا قلته قبل كده، انا بتكلم على حتى اللي احنا كنا وصلنا ان احنا حررنا السعر بتاع الكهرباء بالنسبه لهم اللي هي الشرايح الكبيره قوي
اللي هي اعلى نسبه استهلاك. لا قدرنا نعمل كده مع المصانع ولا قدرنا نعمل كده مع المواطنين. بس انت بتعمل ده كله منين؟ ما محدش بيجيب حاجه من جيبه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش من جيبنا يعني، لكن ده من قدره البلد. فانا بقول الكلام ده عشان كلنا نتكاتف، لان بلاحظ ان بعض الناس يعني يقول لك ده فرصه ان احنا نعلي الاسعار شويه نكسب، نقول ما فيش دولار، ما فيش. ده بالعكس، ده الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه ان احنا حرصنا على الناس، وان احنا ما نغليش الحاجه على الناس. احنا بنتكلم في اكل وشرب. برحب بالدكتور محمد عطيه الفيومي، امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاريه. دكتور محمد مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا، مساء الخير لحضرتك. اهلا وسهلا دكتور. الرئيس النهارده تدخل في مداخلته النهارده او تحدث عن الدور اللي قامت بيه الدوله، وان لولا الاجراءات اللي خدتها الدوله وتدخلها كانت الاسعار خصوصا في السعر الغذائيه تضاعفت 3-4 مرات او 3-4 اضعاف. برأي حضرتك ايه ابرز النقط اللي الدوله بالفعل قدرت من خلالها تتحكم في عدم ارتفاع الاسعار حتى اكتر مما واصلين اليه 3-4 مرات؟ شوف حضرتك، الدوله بتبذل مجهودات خارقه هذه الايام عشان ضبط الاسعار، وعامله مجموعه من التدابير مهمه قوي، اهمها ما تحدث فيه الرئيس النهارده وبصفه خاصه فيما يتعلق بالافراج الجمركي عن السلع الغذائيه. في 3 اسابيع تم افراج عن سلع ب 5 مليار دولار، وخلال يومين 300 مليون دولار. فاذا احنا النهارده بناكد على ان السلع والمخزون بتاع السلع بيكفي مصر شهور عديده، بيصل في بعض السلع الى 9 اشهر. ودي مساله مهمه قوي، ان انا يبقى عندي ما يحصلش عجز في اي سلعه من السلع الرئيسيه، لان العجز ده بيبقى مشكله كبيره. نحمد ربنا ان الاتاحه الدوله موفراها في كل السلع، دي واحده. نتكلم على الاسعار بقى، الاسعار الدوله عملت اجراءات كتيره، اهمها انها في قرار صدر من السيد رئيس الوزراء ان لازم تتحط سعر السلعه يبقى معلن على السلعه. مظبوط. وده هيبقى في مقارنه ما بين السعر العادل والسعر المعلن. اذا لقينا السعر المعلن اكتر من السعر العادل اللي هيتعمل بيه نشره وهيشترك في هذه النشره الاتحاد العام للغرف التجاريه بيان بالاسعار العادله للسلع كلها، هيبقى في اجراءات قانونيه مشدده وغرامات محددها القانون ومحددها قرارات وزاريه. ده الاجراءات هتبدا من اول الاسبوع الجاي لما المهله تنتهي، المهله الاسبوعيه. بالظبط بالظبط، قدامنا اسبوع وتنتهي المهله. دي واحدة. الحاجة الثانية ان بدأت تتعاون جهات كتيرة من ضمنها الغرف التجارية، وكان في اجتماع النهاردة مع معالي وزير التجارة والصناعة علشان زيادة عدد المنافذ في انحاء مصر بسلع مدعمة يصل فيها الخصم من 10% إلى 30%. وبدأت فعلا محافظات كتيرة تشتغل في هذا، وخلال ايام المنافذ دي هتظهر للناس. زائد كمان الداخليه والقوات المسلحه بينزلوا العربيات وعندهم المنافذ بتاعتهم، برضه بيساعدوا مساعده كبيره في انهم بينزلوا سلع باسعار مخفضه. اذا الدوله عامله اللي عليها. يتبقى الضمير الوطني بقى للمنتجين والموزعين والتجار. وهنا انا عايز اقول على حاجه، الغالبيه العظمى من تجار مصر شرفاء. اكيد في قله بتسيء للكسره دي وبتستغل الموقف ده، وده دول المجتمع هيلفظهم، احنا كاتحاد غرف تجاريه هنلفظهم، لان ما يصحش في وقت الازمه يبقى في حد يستغل هذه الازمه. على فكره انا اقول لك يعني في ازمه 2011 لما كانت الدولة يعني حصل فيها مشاكل، ما حدش رفع أسعار. برضو نذكر هذا بالخير لتجار مصر. تمام. بل تكاتفوا وكانت السلع متوفرة والأسعار ما زادتش رغم أن كان في أزمة كان ممكن تستغل. تمام. برضو طيب. أنا بناشد للتجار من تمام. خلال القناة بتاعتك ومن خلال برنامجك المحترم أني نبقى على قدر المسؤولية إن شاء الله.
طيب دلوقتي الرئيس حتى برضه تطرق الى ان البنوك المصريه ان شاء الله هتغطي كل الاعتمادات او الاحتياجات الدولاريه للمستوردين والمصنعين، وان شاء الله كميه كبيره من السلع الموجوده في موانئ تخرج في خلال 3 4 ايام. ورئيس الوزراء امبارح اتكلم ان بدء اجراءات للافراج عن التسعه، ويعني البضاعه الموجوده بحوالي 9 مليار تقريبا، يعني منهم حوالي 4 5 مليار مواد غذائيه او ضروريه يعني محتاجينها بشكل ضروري. شايف انعكاس ده على السوق ان شاء الله، احنا بنتكلم في مدى قد يطول مثلا لاسبوع اسبوعين بالكثير، شايف انعكاس ده على السوق هيبقى عامل ازاي دكتور عطيه؟ هو اولا يعني المجهود اللي بتعمله الدوله في تدبير الدولار او العمله الدولاريه مجهود يعني محترم وتشكر عليه، لان طبعا اتعملت حاجات كثيره اخرها اتفاقيه مع صندوق النقد الدولي، وقبلها موضوع مشروع السيارات الخاص بالمغتربين في الخارج وغيرها وغيرها من المبادرات اللي بتضخ عمله صعبه في البنوك المصريه. البنك المركزي عامل اجراءات يعني انا اعتقد انها اجراءات محترمه جدا علشان تدبر العمله. وبالتالي انا باكد ان شاء الله هنعبر هذه المرحله بامان وسلام، ومش هيحصل عجز في اي سلعه ان شاء الله، وارجو الا ترتفع الاسعار. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عطيه الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجاريه. وعلى ذكر البنك المركزي، البنك المركزي طبعا حضراتكم عارفين من نهايه الاسبوع اللي فات يعني من يوم الخميس كان نزل تحذير يعني فيما يتعلق ببعض الاجراءات اللي الناس بتاخدها في مساله الدولار او الفيز او الامور دي. والنهارده يعني طلع برضو مجموعه كده من نقدر نقول الخطوط العريضه بعد ما استقر في يقين البنك المركزي بعد الإجراءات اللي تم رصدها خلال الفترة اللي فاتت إن البعض بدأ يشتغل بشكل غير شرعي من خلال الفيز أو كروت الفيز أو كروت الائتمانية. الناس اللي بتلم كروت فيز من فلان وعلان وتركان وياخد الثلاث أربع كروت 10 كروت يسافر بيهم يبتدي يسحب من بره، وطبعا كل كارت بيبقى الحد الائتماني بتاعه بيختلف عن الكارت التاني. فبتلاقي مثلا كارت حده مثلا في السحب 3 4000 دولار، كارت التاني ممكن يكون اعلى شويه، كارت اقل شويه. فبيقدر من خلال عدد من الكروت او البطاقات الائتمانيه دي او الخصم المباشر يقدر يجمع مجموعه من الدولارات بره البلد، وده كله خصما من الرصيد الدولاري اللي موجود في البنوك في مصر. فالبنك المركزي لقى ان في الاسبوع اللي فات تحديدا الاثنين الثلاث لقى ان اتسحب مبالغ دولاريه، لما بيراجعوا الكشوف بقى الخاصه بالسحوبات من الخارج من الكروت الائتمانيه، ده كله سيستم يعني كل ده موجود على الكمبيوتر بيقدر يعرف يعني البنك المركزي ايه اللي اتسحب. لقى ان في يوم واحد الاثنين الثلاث اللي فات اتسحب حوالي 55 مليون دولار. 55 مليون دولار. الطبيعي ان يعني ممكن يتسحب في حدود من 9 ل 10 11 مليون دولار. ده كل الكروت الفيز الموجوده في مصر لما في الطبيعي الناس المصريين اللي موجودين بره بالفيز او بالكروت الائتمانيه بتاعتهم يسحبوا لهم من 9 ل 11 مليون دولار. ولكن فوجئ البنك المركزي ان في يوم واحد بيتسحب 55 مليون دولار، يعني حوالي 5 اضعاف المتوسط اليومي. وبالتالي كان لابد من وقفة، كان لابد من تحليل. فبالتالي ده استدعى الاجراءات اللي اعلن عنها البنك المركزي. كمان البنك المركزي النهارده بيشير الى فكره التلاعب. الى فكره التلاعب في العمله الاجنبيه او في النقد الاجنبي، ولوح كمان بالماده 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالقانون 194 لسنه 2020. الماده دي اللي بتتكلم عن المعاقبه بالسجن مده لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامه لا تقل عن 1,000,000 جنيه ولا تجاوز 5,000,000 جنيه او المبلغ المالي محل الجريمه ايهما اكبر. يعني اذا كانت الغرامه اكبر هتطبق الغرامه من 1,000,000 ل 5,000,000، اذا كان المبلغ اكبر فهيتصادر المبلغ الاكبر. دي هي دي الغرامه يعني لكل ما نتعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك دون الحصول على ترخيص.
وده الحقيقة كان إجراء البنك المركزي بقى أعلن عنه النهاردة أو بيعلنه للكافة وللعامة، لأن بالتالي في شكل من أشكال التلاعب اللي رصده التلاعب المتعمد نقدر نقول. البنك المركزي امبارح كان بيتكلم إن في فتح للإجراءات أو للحصول على النقد الأجنبي أو حتى البطاقات في الخارج بدون أي حد أقصى للاستخدام، بالنسبة لحالات العلاج في الخارج، بالنسبة لحالات التعليم في الخارج للأولاد اللي بيتعلموا بره، أو بالنسبة للي عندهم حسابات دولارية، اللي عنده حساب مثلا دولاري أو بطاقة 8 دولارية بيقدر إن هو يتعامل من خلالها، بيتخصم من حسابه وخلاص بيقدر إن هو يستخدمها بدون حد أقصى. هي دي الثلاث حالات اللي أعلن عنهم البنك المركزي امبارح أو استثناهم، العلاج في الخارج، التعليم في الخارج، أو الحسابات الدولارية الناس اللي عندها كروت ائتمان بالدولار. فأعتقد ده اشتباك قوي من البنك المركزي مع هذه المحاولات للتلاعب بالعملة الأجنبية. في إطار رقابة سوق النقد الأجنبي، رصد البنك المركزي مجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي والتي تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي ومحاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، حيث رصد البنك المركزي زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد. وبلغت هذه العملية ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق. وفي بيان صادر بتاريخ 22 ديسمبر، قد أرسل البنك المركزي تعليمات للبنوك بالتنبيه على العملاء بحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد. وأكد البنك المركزي اليوم أنه سوف يتم التحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. كما أصدر المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي، خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات، مع الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج. ورصد البنك المركزي قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، وقيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصة في مجالي التصدير والسياحة. فضلاً عن ذلك، تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج. وأكد البنك المركزي أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب. من مصر، محمد الجباس. برحب بدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور عبد المنعم، مساء الخير. أهلا يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور. أولا، شايف الإجراءات إزاي اللي أعلن عنها البنك المركزي النهاردة؟ يعني طبعا الإجراءات ديت أنا شايفها ضوابط جيدة جدا. إحنا عندنا يعني حالة استثنائية، عندنا يعني حجم الدولار والموجود في الحصيلة الدولارية في الدولة منخفضة، الدولة بتحاول تحل هذه الأزمة بشكل كبير جدا. ربما إجراءات البنك المركزي خلال الفترة الماضية النواتج بتاعتها بدأت تطلع في عملية الإفراج عن البضائع، الحصيلة اللي تم توفيرها لخروج البضائع من الموانئ في حدود 5 مليار دولار، والفترة القادمة بإذنها تشهد فوق كافة البضائع. كل دي إجراءات جيدة من البنك المركزي، لكن الممارسات الخاطئة اللي تمت خلال الفترة الماضية واللي البنك المركزي أفصح عنها وأفصح عن شكلها، أعتقد إنها مخالفة للقانون بشكل كبير جدا، وأيضا يعني فيها إساءة للاستخدام، سواء كان إساءة استخدام للبطاقات الائتمانية أو بطاقات الخاص. إن أنا أسمح إن أنا أحول عملة الجنيه في الخارج لعملات أجنبية ويتم شراء سلع أو استبدالها ببضائع ويتم التعامل عليها بشكل كبير جدا. الأكثر من ذلك، ويمكن ده كان في البيان واضح، أن هناك بعض الأشخاص بيتم التعامل والتداول ببطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات الـ ATM من الخصم المباشر
وهم موجودين داخل مصر. مظبوط. يعني البطاقه خارج مصر وهم متواجد داخل الدوله. واحد بيلم البطايق ويسافر. بالظبط. يلم الكروت يعني ويسافر. طبعا فده خلى انه زي البنك المركزي ياخد مجموعه من الاجراءات، لكن اللافت للنظر وده كان مهم جدا، يمكن ده موجود في الساحه المصريه في بعض الشركات، وده شيء مهم جدا، هو ان بعض الشركات خاصه في قطاع السياحه أقامت شركات وسيطة، بمعنى أن يكون هناك مكتب سياحي في أحد الدول الأوروبية ويتم التعامل معه من خلال الفنادق المصرية أو القرى السياحية، الهدف منه أنه يحول لمصر 30 دولار في الليلة 50 دولار وهو متعاقد عليها ب 100 دولار و 150، والجزء الأكبر من هذا التحويل يتم تحويله خارج الدولة المصرية. أنا عايز أفهم من حضرتك دي، معلش دكتور عبد المنعم، لأن هنا فعلا البيان النهاردة اتكلم على تأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد. صحيح. بتقوم بالوساطة التجارية في التصدير وفي السياحة عشان تحتفظ بالدولار بره مصر. صحيح. فأنا عايز حضرتك تفهمها لنا دي اللي هي إيه؟ طيب أنا هتكلم في الموضوع ده بصراحة شوية. الأسعار في الفنادق المصرية أسعار بالنسبة للتعاملات الأجنبية غير مصرية بالمرة. مظبوط. وإن إحنا نتكلم إنه سائح إنجليزي يأتي للدولة المصرية ب 600 دولار لمدة 30 يوم مثلا، أعتقد الكلام ده مش موجود في أي حتة في العالم. خاصة إن أنت السوق السياحي ليس من اللي هو بيسموها كده كلاس سي، لا أنت يعني يا إيه بيه ممكن تتداول كالدولة المصرية. خاصة إحنا عندنا فنادق خمس نجوم جيدة جدا، عندنا قرى سياحية جيدة جدا، عندنا يعني مناطق سياحية بشكل كبير انت تمام. مش متواجدة في المنطقة. طيب بعض الشركات، مش هنقول كل، ما ينفعش لانه الاغلبية ناس شرفاء ناس محترمين وشركات عالمية. لكن في بعض بيقوم بعمل تأسيس شركة في احد الدول ويبدأ التعاقد من خلال هذه الشركة لكل الوافدين للفندق او القرية السياحية او الشركة السياحية التابعة له. تمام. طيب هينتج عنه ايه؟ هينتج انه بيخلي الشركه بتاعته اللي هي شركه تي بي سي مثلا دي موجوده في الدوله الفلانيه بتتعاقد معاه، تتعاقد معاه على انه السائح الاجنبي هياتي ب 30 دولار او 50 دولار في الليله، في حين هو الاصل متعاقد معاه ب 100، طب ال 50 الثانيه تم تحويلها لحسابه الشخصي او حساب شركته خارج مصر، يبقى انت النهارده بتتحاسب ضريبيا على رقم قليل، ايضا تحويلاتك داخل الدوله رقم قليل جدا لا يتناسب مع الاسعار. بالظبط. خاصه لو احنا قارناها بال يعني للمصري الذي يدخل هذه الفنادق، احنا بنتكلم في ليله قد تصل في الاربع في بعض الاحيان 5000 و6000 وتلاقيها في المقابل بما يعادل ما ده الجزء اللي ما بنبقاش فاهمينه، يعني تلاقي مثلا الليله مثلا ب 100 دولار او ب 60 دولار للاجنبي اللي هو مثلا يعني 2000 جنيه مثلا بالكتير، وتلاقي للمصري ب 5000، فانت ما بتبقاش فاهم ازاي مثلا يعني. حتى لو يعني زي ما بيقولوا كده المصري في استهلاكه يعني سيء نوعا ما. انما حضرتك عايز تقول ان هو ال 60 دولار دي ده مش سعرها الحقيقي، ده 60 جوه وفي مثلا 80 100 بره في حساب شركه السياحه بره. بالظبط. شركه السياحه دي تم يعني البنك المركزي عندما افصح اليوم قال ان هذه الشركات مملوكه ايضا للمصريين او مملوكه لشركات مصريه. فاذا هو عمل اقامه شركه مصريه شركه اجنبيه بس بمساهمين مصريين وقاموا هم بعمليه هذه الوساطه وده في السياحه وفي التصدير، يعني هو حتى البنك المركزي خص النشاطين في مجال السياحه ومجال التصدير، يعني انا مثلا بصدر تليفونات هاجي هصدر الحاجات دي واقول لحضرتك ان هي ب 50 دولار مثلا، في حين ان هي ممكن تبقى باكتر باضعاف، يعني لان انت سعرت الفاتوره اللي خارجه من الدوله المصريه او البضاعه اصلا البضاعه دي بمليون جنيه مثلا، وهي البضاعه دي حقيقه الامر انها ب 3 مليون. انت بيجي لك داخل البنوك المصريه مليون، المليون وال 2 مليون بره ولا ال 4 مليون بره. بالظبط. ودي المشكله اللي تم قصدها. طبعا دي ممارسات. طب البنك المركزي هيتعامل معاها ازاي دي؟ لان دي شركات بره. اجراءات سواء كانت عن طريق بالنسبه لعمليه التصدير التعاملات الجمركيه انه يتم الافصاح عن كميه البضاعه اللي طالعه وتقييمها وفقا لسعر السوق، زي ما بالظبط عندنا بضائع بتاتي للدوله المصريه بيبقى في حاجه اسمها التعريفه الجمركيه اللي بتحدد اسعار السلع، يعني انا ممكن اجيب حاجه من الخارج بقول والله ان دي ثمنها 5 دولار لكن هو الجمارك تقول لي لا التعريفه الجمركيه بتاعتها 8 دولار، وتعمل حاجه اسمها تحسين السعر.
ده متعارف عليه في الجمارك. نفس الكلام ممكن يطبق على التصدير. انت لما تيجي تصدر حضرتك ما تطلعليش بضاعه ثمنها انا شايفه انها ثمنها 10 مليون وتقول لي لا والله دي 8 مليون مصري او مثلا ما يعادل المليون مصري. اه يعني اللي هيرجع لك هنا في مصر مليون، في حين اللي حضرتك بتاع يعني صدرته وهتقبض ثمنه 5 مليون دولار، مش مليون اللي انت هيجوا لك ثاني على البلد يعني. بالظبط، ده بالنسبه للتصدير. ونفس الحال بالنسبه لعمليه السياحه، ونفس الكلام كان للذهب، كانت صادرات الذهب، ويمكن برضه البنك المركزي اعلن في وقت سابق ان يكون التحويلات الخاصه بالتصدير سيتم دخولها في البنوك المصريه. طب دكتور عبد المنعم، دكتور عبد المنعم، يعني من خلال يمكن بعض الامور وضحت قوي، ال 48 ساعة في بيانات البنك المركزي، اما اساءة استخدام الكروت بره وسحب مبالغ 5 أضعاف الطبيعي من الكروت المصرية في الخارج، 55 مليون دولار في يوم، في يوم واحد بالظبط. شركات السياحة، شركات التصدير اللي بتتلاعب في الفواتير دي من الخارج، هل شايف ان أزمة الدولار او أزمة السيولة الدولارية هي أزمة جزء منها مفتعل؟ طبعا، لانه حتى السوق الموازي عندما كانت الاسعار فيه، احنا في السوق الموازي في يعني بعض الاوقات وصل فيه السعر لارقام مبالغ فيها غير طبيعيه وغير ليس لها نوع من انواع المنطق. لكن كان العمليه قايمه على ايه؟ على المضاربه ما بين بعض التجار اللي هم متمسكين بحجم الدولار المتواجد معاهم والاشاعات اللي كانت متواجده داخل السوق المصري خلال الفتره الماضيه، والتسعير نفاجئ بتوع ده بيسعروا على سعر كذا، لا والله ده بتوع العربيات بيسعروا كذا، هنوقف العربيات ما فيش تداول. كل ده كان عامل حاله اضطراب في السوق المحلي والسوق يعني المصري بشكل كبير جدا. اجراءات البنك المركزي في رفع الفائده، اجراءات البنك المركزي في وضع الضوابط، الكشف عن انه البنك المركزي، انا اللافت للنظر ان هو وضح حاجه مهمه جدا. يعني هو بين ان انا شايف انت بتلعب في ايه، وشايف ايه الممارسات اللي موجوده تحت عيني، لعبكم ده تحت عيني يعني. بالظبط، وانا لوحت النهارده كبنك مركزي بالقوانين اللي انا ممكن اوقف بيها التعامل الخاص بيك، بس ما يعني بما معناه ما تخليش البنك المركزي ياخد يضطر لده بقى. يعني خلاص انا اكتشفته. ما انا بقول ان اول مره البنك المركزي لوح بالقوانين اللي فيها عقوبات سالبه للحريه، يعني السجن والغرامه، ولوح ايضا بايقاف التعاملات بالبطاقات الائتمانيه وبطاقات الخصم، مظبوط، على العملاء، وابلاغ شركه التعليمات الائتمانيه ان يتم ايقاف التعامل مع هذا الشخص او مع هذه الشركه. وبالتالي هيفقد جزء جدا كبير من الجداره الائتمانيه اللي بيعتمد عليها الشركه او الشخص في الحصول على تمويلات من البنوك. النهارده في افصاح من البنك المركزي، اعتقد ان ده هيخلي التعامل ما بين حركه البنوك وما بين الجهات لازم يكون هناك تنسيق، واعتقد التنسيق ده زي ما كان برضه واضح في البيان ان هيكون هناك تنسيق مع الجهات المصريه لكشف هل الناس اللي بتتعامل بهذا الكارت خارج مصر ولا داخلها، اذا كانوا خرجوا من البلد ولا كانوا موجودين في البلد وكروتهم بره، التعامل مع شركات الوساطه اللي هي بتحول او بتتعاقد مع الشركات السياحيه داخل مصر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. مع تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار والارتفاع العشوائي في أسعار السلع، بدأت الحكومة وأجهزتها المختلفة في إعلان حالة الطوارئ والتعامل بحسم مع الأزمة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة وحدوث أزمات نقص في بعض السلع ببعض المناطق نتيجة لجشع التجار، بالإضافة إلى تعدد الأسعار للسلع الواحدة من منطقة لأخرى. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار بشكل قوي وحاسم. من جانبها بدأت الحكومة الإعداد لتخصيص منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة اعتبارا من أول يناير وحتى عيد الفطر، بالتنسيق مع وزارات التموين والتنمية المحلية والصناعة والتجارة، وبالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات. كما وجه رئيس الوزراء في اجتماعه بعدد من الوزراء والمسؤولين في الغرف التجارية والصناعية بتشكيل مجموعات عمل لمراجعة كميات السلع والشحنات التي يتم الإفراج عنها في الموانئ المصرية، بهدف وضع خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة بالموانئ، خاصة السلع الغذائية من الزيوت والبقوليات واللحوم والأعلاف. ونتيجة لتحركات الدولة
تم الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 300 مليون دولار خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لتبلغ قيمة البضائع المفرج عنها منذ بداية ديسمبر حتى الآن 5 مليارات دولار، وذلك حسب بيان البنك المركزي. كما بدأت لجان تحديد الأسعار الاسترشادية للسلع الاستراتيجية عملها، والتي تم تشكيلها من وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وحماية المستهلك، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الأسواق. النهاردة كان في حديث أيضا من الرئيس على قانون الأحوال الشخصية، ومن يومين كان الرئيس اجتمع مع الحكومة، مع السيد وزير العدل، مع المعنيين بقانون الأحوال الشخصية أو مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وكان في توجيهات تتعلق بصندوق أو وثيقة تأمينية للأسرة تقدر تغطي احتياجاتها في حالات الطلاق مثلا لا قدر الله. والرئيس حتى النهاردة اتكلم على هذا الجزء وأهمية أن يكون في جزء ويكون في توافق مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، التوسع في الكشف الطبي للمقبلين على الزواج، وإن كمان يكون في كشف نفسي. وده الحقيقة اللي الكل كان بنادي بيه، يمكن امبارح كنا بنادي بيه، والأسبوع اللي فات برضو ناقشنا مع حضراتكم. وفي بعض أنواع من الفحوصات الطبية زي مثلا الكشف عن المخدرات مثلا، إن هو يكون ضمن الشروط المطلوبة في الفحوص الطبية السابقة للزواج أو ما قبل الزواج، إن يكون ده موجود. فجزئية كمان الكشف النفسي أو الفحص النفسي أعتقد دي جزئية مهمة جدا نسأل فيها أستاذ دكتور هاشم بحر، الأستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. مساء الخير دكتور هاشم، إزاي حضرتك؟ أهلا يا عمرو، إزيك يا حبيبي؟ الحمد لله، إزاي حضرتك؟ دكتور هاشم، إلى أي مدى حضرتك شايف إن إحنا بالفعل محتاجين لتشريع إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يكون فيه إلزام، أو يكون فيه شكل من أشكال إن يكون من الضروري إجراء كشف نفسي أو يعني فحص نفسي للمقبلين على الزواج؟ والله يا عمرو، إحنا العيادات بتاعتنا مليانة حاجة من الاتنين. في اب وام عندهم ابن مريض وبيقول لك ايه بقى، انا عايز اجوزه علشان قالوا ان الجواز هيكون فيه شفاء لي. ده وجهه نظر. بنشوف بقى الخطوه اللي بعدها، ان الولد ده او البنت دي اتجوزوا، بتحصل مشاكل ملهاش اول من اخر. لو كانت البنت فوجئت ان الزوج مريض بالشكل ده فبتطلب الطلاق. لو كان الولد ده مصمم على استمرار الجواز لان اهله بيصروا ان يفضل متجوز، بتبقى العلاقه قائمه، وفيها بيبقى درجات من العنف الشديد جدا من الزوج للزوجه لانها بترفضه. لو كان العكس، البنت هي اللي مريضه والعريس ما كانش عارف، يقول لك يا نهار ابيض ده انتوا دبستوني، فيبتدي يطلع مشاكل كتيره جدا على البنت وعلى اهلها. فهم الناس بيتخيلوا ان لما نداري على المرض ده قبل الجواز، بعد الجواز الامور هتستتب. هم متخيلين ان الجواز هيخليهم يتحسنوا، مع ان الجواز ده يعني مسؤوليه ضخمه جدا. لو كان الانسان قبل الجواز هش وضعيف، مع الجواز هيبان الضعف بتاعه وهيبان ان هو مش قادر يتحمل المسؤوليه. وبالتالي جواز الناس اللي عندها مشكلة لازم الطرف الآخر يكون عارف كويس جدا ان هو عنده إشكالية وان هو قادر على التعامل معاها او يتحملها. لكن لو ما كانش قادر يتحملها يبقى مبلاش منها الجوازة، لانها هتقعد كام شهر ويبتدي بقى مشاكل وطلاق وحاجات كتيرة ملهاش اول من اخر. فانا مع طبعا الاختبارات اللي هي ما قبل الزواج، ودي على فكره مطبقه في الكنيسه المصريه بحرفيه شديده. بيعملوا مقابلات بين الاولاد اللي هم في مرحله الاعداد للزواج، وبيفحصوهم نفسيا وعضويا وكل الحاجات اللي تؤهل الولد والبنت ان هم يكونوا على وفاق مع بعض بعد الجواز. واحنا انا شايف ان هو اوريدي يعني بطبيعه الحال معمول بيه في مصر اوريدي في الكنائس المصريه، فياريت يطبق في عموم مصر كلها.
ممكن يا دكتور هاشم، ده أمر طبعا ممتاز جدا، ولكن قد يعني يقابل بشكل من الاستخفاف وعدم الجدية من الناس، يجي يقول له حضرتك إيه؟ أيوة. وأنا أروح يعني أروح أعمل مقابلة نفسية ليه؟ هو أنا فيها حاجة أو هي بنتي فيها حاجة عشان تروح تعمل أيوة. فحص نفسي قبل الجواز؟ بقى في تهرب، هتلاقي في ما شابه. أيوة. خطورة الاستسهال أو خطورة التهاون في الأمر ده إيه من وجهة نظر حضرتك؟ وهل ده السبب في ارتفاع نسب الطلاق أو يعني جزء منه في ارتفاع نسب الطلاق؟ ما هو يا عمرو اللي هيحصل إنك عامل زي اختبار الأيزو، إنك بتشوف الخطوات بتاعة التجربة بتقول إنها سليمة، يبقى المنتج سليم. أنت كده عندك واحد مريض أو واحدة مريضة والعلاقة بينهم ما هياش مظبوطة، المنتج هيكون علاقة زوجية فاشلة. أكيد. يعني أنا يعني إيه اللي هيبسطني إن أنا أجوز بنتي لمدة شهر وتتطلق؟ أو إن جوزها يضربها. ولا العكس، إن أنا أجوز ابني وخليه يعمل جهاز وشقة وعفش وحاجات كتيرة، وبعد شهر يكتشف إن مراته مش قادرة على تحمل المسؤولية فيطلقها ويخسر كل اللي بناه في حياته. فأنا رأيي إنه حرصا على العلاقه بينهم الاثنين، وحرصا على يعني الحرص على انه عمل بيت بحاله وكلفه وعمل حاجات كتير علشان يؤسس المنزل ده. طب ما دام انت اسسته ما تاسسه صح بقى. أكيد. يبقى عندك علاقه جيده مع امراتك، علاقه جيده مع اهلها، بتبقى الحكايه اسهل وايسر، لان المسؤوليه بعد الجواز بتبقى شديده قوي طبعا. يعني في الظروف الحياتيه اللي احنا عايشينها، وانا سمعت الفقرات اللي انت بتتكلم فيها قبل كده، الحياة محتاجة حرص شديد دلوقتي. لو كان الرجل والست مش يعني مش متوافقين نفسيا وفكريا واجتماعيا، اللي هيحصل ان هم هيدخلوا في متاهات طبعا من الخلافات لا داعي لها. وممكن نبقى زي ما بيقولوا كده، الوقاية خير من العلاج. يعني يا ريت نبقى عندنا الوقاية دي، هي فنبعد عن الشر ونغني له يعني. اكيد طبعا طبعا. طيب دكتور هاشم، من خلال تواجدكم مثلا في المستشفى الحسيني الجامعي، أيوة، او من خلال عملكم وخبراتكم، أيوة، ايه اكتر الاضطرابات النفسيه، نعم، اللي بتجدوها في شريحه المقبلين على الزواج؟ يعني بنتكلم من سن مثلا 25 ل 40 مثلا، ايه اكتر الاضطرابات النفسيه اللي بتجدوها؟ أيوة، سواء أيوة، عند الشباب او الشابات يعني. بص، هو الـ عندنا كذا حاجه. اول حاجه اللي هو الاكتئاب، ده بيكون ناتج من ان الانسان مش قادر يحقق نفسه قوي، فبتبقى الجوازه على قد الحال، وهو بيبقى او هي نفسهم يبقى الجوازه احسن من كده بشويه، لكن ما باليد حيله، ده اللي احنا في ايدينا، فبيكونوا مكتئبين شويه. لو قدروا هما الاثنين في الظرف ده يسندوا بعض ويضيعوا الاكتئاب من بعض على طريق ان هو يبقى في عندهم رضا وتخطيط للمستقبل ان هما يعملوا حاجه كويسه مع بعض، ده بيعدي. اللي عندنا مشكلتين كبار جدا بقى، اول واحده اللي هي المخدرات، ودي كتير جدا جدا من الاهالي بيخفوها عن الزوجات. يعني انا لسه عندي حد نفس الحدوته بالظبط، كان دخل في قصه المخدرات وتعب نفسي وحدوته واتحجز في مستشفى، والبنت دخلت على الجوازه ده هي وهي ما تعرفش اي حاجه عنها خالص. يا خبر ابيض على الخير. بعد ما اتجوزت فوجئت بقى ان جوزها طبعا دخلت بقى هي في مأساة، ان جوزها مدمن بودرة وشغلانة سودة، وبالتالي الحياة بتاعتها انهارت طبعا. وهي عرفت للأسف كمان بعد، يعني الاهل مخبيين عنها لمدة سنة ونص، كانت يعني خلفت وجابت طفل كمان، لا حول ولا قوة، فبقت حياتها اشكالية ضخمة جدا. انها عايزة تتطلق، طب عايزة تربي ابنها، طب هتعمل ايه؟ يعني كان عندها اشكالية ضخمة جدا. لو في فحص نفسي وفي كشف طبي قبل الجواز، أيوة، ويبقى الكشف، أيوة، حقيقي طبعًا، مش مجرد طبعًا ورقه كده بنجيبها وشهاده، أيوة، من اي حته ان هما الاثنين زي الفل، ما كانش هيحصل كده. واحنا احنا، أيوة، اللي بنتهاون وفي، أيوة، وفي الاخر بنشيل القربه المخرومه. أيوة. بص، انا بعمل حاجه مهمه عندي. اول حاجه لما باجي اعالج واحد مثلا من مشكله المخدرات دي، انا بعمل تحليل علشان اكتشف انه بياخد ولا ما بياخدش، دي اول حاجه. التحليل ده لازم يكون عشوائي، يعني انا عملته الاسبوع اللي فات ممكن اعمله كمان شهر، بس يقول لك ايه، انا اخد شمتين بودره بتخلص بعد ده مثلا اسبوع 10 ايام من الجسم، يبقى ايه لما يجي الشهر الجاي. لا، ما ينفعش.
انا عملت الاسبوع ده هعمل الاسبوع الجاي، هعمل بعد يومين، يعني ما خليهوش يعرف انا صح. هعمل تحليل امتى. مظبوط. تاني حاجة مهمة انه لما باجي اعمل التحليل البول ده مثلا او الحاجة، لازم لو انا بعمل تحليل البول يبقى حد من الاهل او التمريض يدخل معاه الحمام عشان ما يغشش العينة. مظبوط. في حاجات بنعملها. وفي دلوقتي كمان دواء طلع يعني الحمد لله وصل السوق المصري، ان هو العيان بعد ما بتطلع منه المخدرات من جسمه بنديله القرص ده، لو خد مخدرات عليه بيجيله تشنجات وقيء واسهال، بيتبهدل يعني. فبيرتبط في مخه ان نوع المخدرات ده ليه علاقه بازمه نفسيه، مش انه يعمل مزاج ويبقى مفرفش. طيب. يعني كده المخدرات واحده من الكوارث. برضو المشكله الثانيه اللي بتواجهها كوارث اللي هي المرض العقلي بقى، زي الفصام والاكتئاب ثنائي القطب والحاجات دي، برضو الاهالي بتخبيها، بيبقى هو الولد او البنت بتاخد العلاج، والمشكله بتاعتنا انها بعد ما بتاخد العلاج وتتجوز والامور تبقى كويسه عايزه تحمل، عشان تحمل لازم نوقف العلاج، فلما بنوقف العلاج بتظهر عليها الاعراض النفسيه تاني، وبيظهر المرض العقلي من اول وجديد، فزوجها بيفاجئ ان مراته بعد شويه من الجواز ابتدت تهلوس وابتدت تقول كلام غير منطقي، هيقول لحضرتك ده اتعمل لها عمل، يبقى هو دي بقى الشماعه وهو ده بقى التفسيرات. ايوه وده التفسيرات لبسها عفريت يعني. فعلا عندك حق. ايوه هو ده المهرب. ايوه هي اتحسدت عشان اتجوزت. ايوه مظبوط. لكن هنا الفكره كلها انه العيان قصدي الزوج هنا المريضه هنا بتبعت له مفاجاه شديدة الخطورة على حياته النفسية، هو بقى كمان بيتخض وبيرتبك جدا وبقى مش عارف يعمل ايه. والعكس صحيح طبعا، يعني ممكن يبقى الزوج بعد ما يتجوز وهو انسان عنده مرض عقلي، بعد الجواز يبقى عايز اشكالية عندنا في الامراض العقلية انها بتؤثر على الطاقة الجنسية كتير، فيقولك انا بطل الدواء شوية علشان اعرف امارس حياتي، يبطل الدواء شويه النهارده وبكره تبتدي تظهر عليه الاعراض مره تانية. بالظبط. فالمراه هنا بتبقى مظلومه انها ارتبطت بواحد ما كانتش عندها خبر قبل كده ان هو مريض. اكيد ده يعني كلام حضرتك لازم الحقيقه يعني يتبروز كده، لان حضرتك بتدي النهارده يعني جرس او بتدق جرس انذار ويعني تنبيه للناس. صحيح. كلها يا جماعه موضوع الكشف النفسي على المقبلين على الزواج ده شيء لا غنى عنه، سواء للولد او للبنت. صحيح. عشان مستقبله او مستقبلها بعد الجواز، مش لطرف فيهم على الاخر بالمناسبه. طبعا يعني. طبعا عندك حق. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتور هاشم بحري استاذ الطب النفسي، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. نروح للنهارده كان الحقيقه في خطوه جميله جدا من لفته إنسانية. الرئيس السيسي النهاردة موكب توقف لسيدة مصرية زي أمهاتنا في الطريق يعني الأب رواش. الرئيس استمع زي ما حضرتك شايفين لشكوى الأم الطيبة المصرية الأصيلة دي، وسريعا الحقيقة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي زار الست نوال حسن، هي مقيمة في منشية ناصر، تم إدائها أجهزة كهربائية وسلع أساسية ودعمها بمبلغ نقدي من مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني، إحدى مؤسسات التحالف الوطني، كمان توفير وظيفة لابنها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة، وطبعا يعني جبر خاطرها بعمرة ربنا يا رب يجعل عمرة مقبولة بإذن الله، وإن شاء الله بتخلص برضو سفرها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني عشان تطلع تعمل العمرة ان شاء الله، ودعم شهري مستمر ليها ان شاء الله كمان من خلال مؤسسة حياة كريمة. تخفيضات واميال سفر مجانية وسانتا كلوز يودع المسافرين قبل اقلاع رحلات، كل هذه الاحتفالات في احتفال مطار القاهرة الدولي بأعياد الكريسماس، بالإضافة لالتقاط الصور مع المسافرين بصالة السفر والتي تزينت بمظاهر الاحتفال وألوانه بهدف رسم البسمة وإدخال البهجة على المسافرين.
وتسير من مطار القاهرة رحلات يومية وخدمات متنوعة وتسهيلات للمسافرين إلى مناطق الجذب السياحي المصرية، وخاصة في فترة المواسم والأعياد تتناسب مع مواعيد حجز وإقامة العملاء وبرامجهم السياحية. وفي إطار الاحتفالات بالعام الجديد، تم تزيين جميع الاستراحات لاستقبال المسافرين، كما تزينت محطات مصر للطيران في صالات السفر والوصول بمطار القاهرة والعديد من المحطات الخارجية لاستقبال العام الجديد. من مصر، محمد الجباس. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث بدأت المراسم بكلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريراً مفصلاً لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لعام 2022-2023. كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيرا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب، وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يكلف به من مهام، مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقا لأسس علمية مدروسة، وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظرا لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار. الحقيقة لما أي حد فينا بيمشي في مدينة جديدة بيلاقي في جهد مبذول، يلاقي إن في شوارع كويسة متخططة كويس، يلاقي في خدمات لطيفة جدا في المجتمع العمراني الجديد، ولكن مع الوقت بنلاقي بعض السلوكيات اللي بتطرأ اللي بتشوه المكان وبتخرجه من مضمونه أو بتفرغه من مضمونه، بدل ما يكون مجتمع عمراني جديد وحياة جديدة تليق بالناس إنهم يعيشوا في هدوء وفي استقرار، تلاقي فجأة بيتفتح في الدور الأرضي الشباك بيتوسع والأوضة على الشارع بتتعمل محل، تلاقي حد يعمل مغسلة سيارات في بدروم بدل ده ما يكون جراج مثلا أو يكون حتى سكن، تلاقي فجأة اتعمل ورشة سيارات، مغسلة سيارات، محل دوكو، ورشة حدادة، مخزن لأجهزة مستعملة. تبص تلاقي مثلا واحد فجأة يقرر ان هو يعلي يبني فوق، ياخد السطوح كله يبتدي يشوه الصورة ويشوه المباني، بدل ما المجتمع العمراني الجديد أو المدينة الجديدة تبقى نموذج يقضي على التشوه البصر الموجود في المناطق غير المخططة أو المناطق العشوائية. للأسف لولا الجهود اللي بتتم من الأجهزة في المدن الجديدة كان زمان المجتمعات العمرانية الجديدة بقت مجتمعات عمرانية قديمة. حملات الإزالة يعني 1500 حملة لإزالة التعديات والمخالفات في 2022، وأعتقد يمكن قد نحتاج الـ 1500 دول يكونوا 15,000، لأن هتلاقي في عدد المدن الجديدة كلها حضرتك بتتكلم على كم مخالفات للأسف الشديد الناس بتتعامل فيها بمنتهى التهاون، يعني من قبل الناس، واللي يفتح مش عارف ايه، اللي يسرق كهرباء،
يعلي بدون قرار زي ما حضراتكم شايفين، واحد مثلا يقرر فوق كده يفاجئ الناس السكان، يوم جاي عامل فوق دور صاحب العمارة، يوم جاي عامل دور ومعلي، مع ان ده المفترض ده منفعة عامة، ولكن خلاص. وده للأسف أصبح أمر متكرر في قرارات إغلاق لأكثر من 3000 قرار، يعني سواء سحب ترخيص أو سحب ترخيص بنتكلم حالة 60 حالة، بنتكلم 3000 قرار غلق للناس اللي فاتحة كده أماكن في أماكن يعني غير مصرح بيها أو أنشطة غير مصرح بيها. تعالوا نشوف التقرير ده ونفتح الملف ده لأن أكيد بيهم ناس كتير جدا من حضراتكم. تواصل أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة حملاتها لإزالة التعديات والمخالفات المتعلقة بالبناء بالمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم تنفيذ أكثر من 1500 إزالة للتعديات والمخالفات خلال عام 2022، كما تم تنفيذ قرارات غلق لأكثر من 3000 وحدة، وتنفيذ قرارات سحب ترخيص تصل إلى 60 حالة. وتواصل أجهزة وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات الأخرى إزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة وضبط العمران والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، مع منع ظهور العشوائيات بجميع صورها. وتم شن عدد من الحملات بمدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة ومدينة العبور ومدينة السادات ودمياط الجديدة لتنفيذ قرارات الغلق للأنشطة المخالفة ومنع الظواهر العشوائية ومخالفات البناء. معانا دلوقتي ضيفين عزيزين مسؤولين عن مدينتين مهمين جدا، مدينة العبور ومدينة الشروق، اللي هم كانوا وما زالوا الحقيقة نموذج يحتذى به في المجتمعات العمرانية الجديدة. نشوف معاهم ازاي بيواجهوا التعديات، ايه الاجراءات اللي بياخدوها كمان، واحنا خلاص بدأنا بالفعل بقى الشتاء وموسم الأمطار، ازاي بيتعاملوا مع هذا الأمر. برحب بالمهندس جمال فهمي نائب رئيس جهاز العبور، والمهندس أحمد مكي معاون رئيس جهاز الشروق. مهندس جمال، مهندس أحمد، مساء الخيرات، أهلا بحضراتكم. أهلا بك فندم. مساء الخير يا فندم. مساء الخيرات يا فندم. أبدأ مع المهندس جمال فهمي نائب رئيس جهاز العبور، وأسأل حضرتك يعني يمكن أنا في المقدمة رصدت مجموعة من الخروقات اللي للأسف الشديد بعضنا وإحنا جزء من المجتمع يعني ممكن نعملها، وبالتالي بتتحول أو يتحول المدينة الجديدة أو المكان الجديد المجتمع العمراني الجديد إلى مكان عشوائي لولا التصدي ليها ولولا جهود إزالة التعديات. أرجو حضرتك تقول لنا إيه أبرز التعديات اللي ترصدوها في الأمور؟ والله إحنا في آخر سنة ونص رصدنا حوالي 3300 قرار غلق و1500 قرار إزالة و60 قرار سحب. أبرز المخالفات هي تغيير النشاط الدور الأرضي في الأحياء القديمة، الحي الأول والثاني وبعض الأحياء في المدينة، تغيير النشاط بتاعها من سكني لتجاري، محلات لورش، لمحلات تغيير زيوت، ده اللي بيسبب إزعاج للسكان. في آخر سنة ونص الجهاز بالتعاون مع إدارة الأمن وشرطة التعمير وإدارة التنفيذ وإدارة الأحياء عملت حملات مباشرة على مدار الـ 24 ساعة أيام العمل وأيام العطلات الرسمية للقضاء على هذه الظاهرة، والحمد لله تم السيطرة على الوضع ده. برضو كان في من المخالفات الظاهرة. طيب خليني مع المخالفة دي، خليني مع المخالفة دي، تغيير نشاط الدور الأرضي، يعني مفترض الدور الأرضي مثلا بضروب تمام، بنلاقي بعض الناس عملته سكن بنلاقي بعض الناس عملته مغسلة سيارات أو مشحمة سيارات، هل ده يجوز؟ ونلاقيه فاتح وحاطط يافطة وحاطط إعلان والناس راح جاي عليه، هل ده مصرح بيه او هل النشاط ده يصرح؟ لا يا فندم، لا مش غير مصرح بيه، واحنا قاضينا على الظاهرة ده تماما في مدينة العبور في اخر سنة ونص، ووفرنا لهم اماكن بديلة في منطقة، عندنا منطقة صناعية اسمها الصناعية ب وجيم، عملنا ورش بديلة وسكننا الناس فيها للحالات اللي تستحق انها تتنقل هناك. طيب ده بالنسبة للنشاط، حضرتك بتقول ان الانشطة دي لا ترخص، يعني الدور الارضي سكني فقط مش مخزن، لا 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 ورشه يروح، ومش محل بقاله ومش سوبر ماركت ومش محل تجاري، الحاجات دي خالص يعني. تمام، اتفضل يا فندم. حضرتك كنت بتقول كمان السطوح، الناس اللي بتبني وبتعلي، ان بتزود غرف السطح عن المقرر طبقا للرخصه، انت عارف ان اي قطعه ارض لازم تطلع لها رخصه، بيتم متابعه تنفيذ الرخصه من خلال ادارات المعنيه بالجهاز، اداره التراخيص واداره التنميه، ويتم المرور عليها اول باول لتحديد النسب البنائيه المقننه طبقا للرخصه.
فكنا بنلاحظ ان في ناس يا بتغير نشاط البدروم بتحوله من جراج او مخزن لسكن او زياده غرف السطح، فبالتالي كنا بننزلها اول باول الا الحالات اللي قدم تصالح اللي هي بتدرس في لجان دراسه التصالح في المدينه. طب احنا بنلاقي كتير ناس تقوم جايه فندم طالعه مثلا سايبه من السور بتاع الواجهه قد مثلا متر 2 متر ويبتدي ياخد السطوح كله يبنيه. السؤال هنا احنا ليه عندنا بيتساب؟ انا مع حضرتك، ولكن السؤال ليه بيتساب لغايه ما بيبني؟ لا ما هو احنا حاليا في اخر سنه ونص ما بنسيبش حد يبني اول باول، اي مخالفه بترصدها اداره الامن واداره الاحياء اول باول بيتم ازالتها فورا، لان قانون التصالح مغلق بقاله فتره، فلا يجوز تصالح على حاجه لسه هتتعمل. فكل الحالات المدروسة في قانون الصلاح حاجات قديمة، إنما حاليا غير مسموح بأي حد بيعمل أي إجراء من الإجراءات دي، سواء بنا تعلية دور تعلية مخالف لرخصة أو زيادة غرف سطح أو التعدي على الردود استغلال الردود الأمامي أو الجانبي أو الخلفي، غير مسموح عندنا في مدينة العبور تماما. السلاسل والحديد والناس اللي بتحط حديد قدام العمارات عشان تحجز أماكن السيارات دي بتعاملوا معها إزاي؟ موجوده في العبور برضو؟ احنا بنمر، احنا عندنا اداره اسمها اداره بس موجوده بصوره قليله جدا، احنا قاضينا على الكلام ده تماما، لان المفروض كل قطعه ارض لو هو مش لو عامل في الرخصه بدروم بيبقى في البدروم مرخص له جراج عربيه، لو مش مرخص بدروم بيبقى فيه مساحه من الدور الارضي مخصصه لجراج العربيات بتاعته، فبالتالي برضو الظاهره دي احنا بنقضي عليها تباعا يعني. طيب اروح للمهندس احمد مكي معه رئيس جهاز الشروق، اكيد هي نفس الظواهر، يعني اكيد نفس الظواهر برضو بتتكرر في العبور في الشروق في زايد في اكتوبر في مدن جديده يعني، لكن بتتعاملوا معاها ازاي في الشروق يا فندم؟ اكيد يا فندم، يا حضرتك لخصت كل المخالفات البنائيه اللي موجوده في 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 البدايه. لا هو هو هو, هو لسه التكاتك يعني هو لسه التكاتك يعني كمان يعني هنجيلها لوحدها. لو تسمح لي عمري بيه دلوقتي في موضوع التكاتك، مدينه الشروق هي مدينه خاليه من اي توك توك، يعني احنا يعني اي توك توك بيتسرب ده على فترات متباعده جدا بيتم التعامل معه بمنتهى الحزم. مدينه الشروق بفضل الله خاليه من اي توك توك، الحمد لله، يعني ده احنا يعني حاكمين السيطره على الموضوع ده تماما. كويس الحمد لله يعني. كويس. فلو نعود لموضوع المخالفات، يعني هو موضوع المخالفات يعني هي مخالفات بنائيه زي ما سيادتك تفضلت كده للساده المشاهدين، فعلا هي زياده غرف سطح عن المسموح به، وبرضه في الانشطه اللي البدروم بيكون خدمي هم بيستخدموه سكني، ولكن حابب اضيف لحضرتك هو قانون التصالح واقف لحد 30/6/2021، ففي طلبات متقدمه احنا بنتعامل مع القرارات اللي بتطلع لها قرارات ازاله في خلال السنه اللي فاتت، الحمد لله طلعنا او استصدرنا 105 قرار ازاله، بالفعل نفذنا منه 60 قرار ازاله من خلال لجنه الازاله بالجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية، شرطة التعمير وشرطة المرافق والجهات المعنية، وفي متابعة بصفة دورية ومستمرة من إدارات الجهاز سواء إدارة الأمن سواء إدارة الأحياء، أي مخالفة بيتم رصدها بيتم التعامل معها يعني فورا وبيتعمل لها إزالة فورية وتحويل المتسبب إلى النيابة العسكرية. طيب الجزء الثاني الحال عايز أكلم حضرتك فيه طبعا وأكلم مهندس جمال فهمي بخصوصه في مدينة العبور وطبعا حضرتك في الشروق، فكرة المطر يعني دلوقتي طبعا في نسب أمطار خلاص حضرتك شايف ده، وامبارح كان حتى في كميات أمطار كتيرة، ازاي مجهزين يعني ازاي العبور جاهزة ازاي الشروق جاهزة لمواجهة الأمر ده؟ أبدأ مع حضرتك في الشروق باشمهندس أحمد مكي. والله يا فندم احنا ابتدينا من فترة كده، احنا بنبتدي الموسم الأمطار من فترة، تم عمل خطة محكمة بداية كده نتكلم على كذا يعني جزئية في موضوع الاستعداد لموسم الأمطار، تم عمل خطة محكمة لتسليك بلعات الصرف الصحي وتطهير بلعات صرف الأمطار، فالحمد لله كنا عاملين خطة يعني من كذا شهر والحمد لله انتهينا من هذا تماما. هنتجه إلى جزئية أخرى نتكلم عليها، تم رفع حالة الطوارئ في روافع الصرف الصحي، حضرتك عارف المنظومة ان بلعات صرف الامطار بتروح لروافع الصرف الصحي ومنها لخطوط الطرد على محطات المعالجه الموجوده في المدينه، فاحنا تم رفع حاله الطوارئ بدايه من تامين مصادر الكهرباء بالتنسيق مع وزاره الكهرباء ممثله في
شركه القناه لتوزيع الكهرباء، والحمد لله ان المصادر الكهرباء مؤمنه وفي تنسيق مستمر بيننا وبين وزاره الكهرباء. علاوه على كده تم المرور على جميع الروافع مش من دلوقتي، من فتره، اللي احنا نتاكد على جميع المهمات الموجوده في المنظومه اللي هي بتعمل بحاله فنيه ممتازه. ورجعنا على موضوع الطرمبات وموضوع المولدات، لان المولدات دي عنصر مهم جدا في منظومه الروافع ومحطات المعالجه، المحطات ممنوع اللي هي تفصل عنها الكهرباء. فالحمد لله جميع المولدات تعمل بحاله ممتازه وتم تجربتها وتوفير الوقود اللازم عند الحاجه له. اشتغلنا على حاجه يعني برضو تكلفات معالي الوزير الدكتور عاصم الجزار من الحلول الغير تقليديه، اللي احنا عملنا الجزر والمسطحات الخضراء الكبيره مصياده لمياه الامطار. عندنا في مشروع يا فندم لو تسمح لي اوضحه لحضرتك، مشروع الطريق الغربي، كان في الاونه الاخيره تم تنفيذ تطوير لجزيره الطريق الغربي 25 متر بمدينه الشروق، وعملنا فتحات في بطول الجزيره الكامله لتكون مصياده للامطار، بدل ما تكون لو في الامطار زياده عن المعدلات الطبيعيه انا ممكن استخدم الجزيره ان تكون تخزين لمياه الامطار، وبالتالي عملت سيوله مروريه للطرق وعدم تجمع اي امطار، وده لو في زياده عن المعدلات الطبيعيه. فده من ضمن التوجيهات اللي معالي الوزير كان بيوجه لنا فيها، والحمد لله اتعمل، وان شاء الله باذن الله في جميع المشروعات القادمه اللي مثل هذه المشروعات باذن الله هنعممها على المشروعات. طيب اروح مره ثانيه للمهندس جمال فهمي، نائب رئيس جهاز العبور. هنعرف طبعا من حضرتك الاستعداد لموسم المطر في العبور ازاي، ولكن التوك توك، اخبار التكاتك عندكم ايه في العبور؟ الحمد لله مدينه العبور اخر سنه ونص خاليه من التوك توك تماما. اشمعنى سنه ونص يا باشمهندس؟ حضرتك يعني كل ما اسال حضرتك حاجه تقول لي سنتين اصل احنا بدانا حمله القضاء على التوك توك في اخر 4 سنين، فضلت على محاور عموميه، مثلا تجينا من ناحيه النهضه والسلام، من ناحيه بلبيس، الاماكن دي كلها، فبدانا نقضي عليها فتره ورا الثانيه. في اخر سنتين تقريبا ما فيش ولا توك توك في مدينه العبور، انما لان احنا الظاهره ديت بدانا فعلا في محاربتها من 4 سنين. مش سنه ونص، انا قصدي سنه ونص. لا، ان بيانات بتبقى بنفضل لا قبل كده بسال حضرتك لو انا قلت سنتين او ثلاثه على المحلات، حضرتك قلت لي من سنه ونص ما فيش حاجه في الدور الارضي، ما فيش حاجه سنه ونص عليه. ما هو انا بجيب سنه مده قريبه عشان الذاكره ما نبقاش بنتوه المشاهد. طيب، ان انا اقول سنتين محدش هيبقى فاكر اخر سنتين فيهم ايه. طيب، اخر سنه يعني ماشي. بالنسبه لاستعداد الامطار احنا بنيجي مع نهايه استعداد الامطار، بنيجي في بدايه شهر سبتمبر بناكد على جاهزيه جميع روافع الصرف الصحي، لان روافع الصرف الصحي دي هي اللي بتستقبل مياه الامطار. لازم اتابع اعمال وخطط برامج الصيانه الدوريه والوقائيه للطرمبات والمحركات، لازم تكون كل رافع صرف صحي بيعمل بكفاءه كامله. احنا عندنا روافع فرعيه بترمي على روافع رئيسيه، الروافع الرئيسيه ديت هي روح المدينه، لان احنا في مدينه العبور ما عندناش محطات معالجه، بنرمي على الجبل الاصفر. تمام. فلازم اول حاجه اتاكد ان الطرمبات والمحركات سليمه، ولازم اتابع مصادر التغذيه الكهربيه، لان كل رافع فيه 2 مصدر كهربي، ويتم التنسيق اول باول مع شركه شمال القاهره لتوزيع الكهرباء، ولازم المولدات الاحتياطيه تكون سليمه ويتم تجربتها وتشغيلها على مدار كل يوم، مثلا نعمل اون اوف ليها باستمرار، ولازم يكون السولر متوفر باستمرار عشان في حاله المطر مش هستنى ان تجيلي سولر او امول. تاني حاجه لازم اتابع خطه تطهير ابلاعات المطر وخطوط وشبكات ومطابق الصرف الصحي. عندنا برضو معدات الكسح، اللي هي سيارات الكسح وسيارات الشفط وعربيه السيول وعربيه طوارئ، عملنا برضو عربيه طوارئ محمل عليها مولد 100 كيلو فولت امبير بطرمبات، في حاله الاماكن اللي هي بيبقى فيها ميه زياده. تمام. بنشغل العربيه دي بالمولد بحيث ان انا محتاجش مصدر كهرباء. بالاضافه ان احنا عملنا تدعيم لبعض الخطوط الرئيسيه في المدينه، زي خط تدعيم خط ال 1800 بالحي السادس، تدعيمه بخط 1000 يرمي على رافع 6، لان كان عندنا منطقه اسمها منطقه التيسير منسوبها قريب من منسوب الرافع، فكانت الميه او كميه الميه بتنزل، مثلا المفروض ان المحطه تستقبلها على مدار 24 ساعه بتنزل في خلال نص ساعه وخلال ساعه، فلازم انت يكون عندك القدره على التعامل معاها. صح. تكون كل الخطوط والشبكات وبلعات المطر توصل الميه بسرعه للرافع. يعني نقدر نقول الحمد لله ان العبور الحمد لله يعني تمام. احنا عايزين نطمن من حضرتك
ومن المهندس احمد لله. ان ما فيش اي يعني ميه بتتكون، ما فيش ميه بتعيق حياه الناس وما يقدروا يتحركوا، ما فيش اي برك ميه بتحصل. هو ده المهم عندنا الحمد لله. يعني عندنا الانفاق الرئيسيه برضو يا فندم، عندنا كانت من نقط برضو اللي بتسبب لنا مشاكل، الانفاق الرئيسيه على الخط الرئيسي، المحور الرئيسي بتاع العبور ثلاث انفاق. فركبنا فيها طرمبات، فكنا كانت الكهرباء احيانا تقطع، فالميه منسوب الميه يعلى فين؟ في النفق. فقمنا عاملين غرف مولدات 30 كيلو وات في كل نفق، بحيث ان الكهرباء معموله باي تي اس ربط اوتوماتيكي، بمجرد لو مغذي الكهرباء فصل المولدات تشغل الطرمبات. عظيم. بحيث ان احنا يبقى دوما الانفاق في سحب للميه باستمرار. وعملنا رافع برضو صرف صحي جديد بيخفف كمية المية اللي راح على رافع واحد ورافع ستة، بنوجهها الاتجاه التاني اللي هو رافع سبعة في المنطقة الشمالية، المنطقة الصناعية الشمالية. بدأنا برضو تشغيله من خلال الثلاث أربع أيام اللي فاتوا دول. أنا شاكر جدا لحضرتك مهندس جمال برضو فاهمي رئيس جهاز العبور، وشاكر جدا لحضرتك مهندس أحمد بنكي معاون رئيس جهاز الشروق، شكرا جزيلا لحضرتكم. في النسخة الرابعة من الصالون السياسي لحزب مستقبل وطن، يناقش أعضاء الصالون هذه المرة موضوعا هاما بعنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المأمول في دعم الاقتصاد القومي. خرجنا بتوصيات إن شاء الله تفيد، وهيبقى التوصيات بتاعت حزب مستقبل وطن هتبقى مميزة وهتبقى خريطة طريق جيدة جدا لاستمرارنا في هذا الأمر، لأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي خاطرة الاقتصاد، ولازم أن احنا نسعى في هذا الأمر بشدة شديدة جدا. الصالون السياسي أو الصالون اللي أنا هقول صالون صناعي في الحقيقة، النهاردة كان بيتكلم على أمور تنفيذية، بيتكلم مع عدة هيئات مختلفة، في الآخر احنا أثرنا عديد من النقاط وأثرنا عديد من الأمال الموجودة، وكمان ناقشنا التحديات اللي موجودة، وفعلا كان الموضوع صريح جدا والمناقشة صريحة جدا على الصناعة وكيفية النهوض بالصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. في كثير جدا من الأمال إن شاء الله تبنى على هذا الصالون. الحقيقة أنا ما كنتش متوقع إن الأحزاب بتعمل النشاط ده، يعني لما شفته في حزب مستقبل الوطن طبعا فرق كتير. يعني الحقيقة اللي أنا شايفه النهاردة ده تعاون مثمر، الجلوس والمستمعين تفهموا، قالوا الشكاوي اللي عندهم، المشكلة اللي طلعت النهاردة سواء مشكلة تمويل أو مشكلة 152-154 هتفيدنا عشان نرجع نعرضها. وبصراحة يعني الاجتماع كان مثمر جدا، وأهم حاجة لمسناها كلنا طبعا هي التنسيق، يعني إن في جهات كتيرة بتشتغل على موضوع المشروعات، انما لا يوجد، يعني مش عايز اقول لا يوجد تنسيق، في مساحه اكبر للتنسيق. الصالون النهارده اصدر اكتر من توصيات واصدر اكتر من افكار جديده، شايف انها هتفرق كتير جدا الفتره اللي جايه، اهمها في ترتيب للتنسيق ما بين الجهات الحكوميه المختلفه بهدف دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه، واهمها المشروعات التصديريه والمشروعات اللي بتركز على احلال الواردات. سعداء طبعا بوجودنا في الصالون المهم ده، قطاع المشروعات الصغيره من القطاعات الهامه في الدوله المصريه، وبالذات في الاونه الاخيره وفي الاونه الحاليه في ظل الازمه الاقتصاديه الحاليه. يعني الصالون النهارده غطى كل المشاكل والمعوقات اللي بتقابل هذا القطاع، ووضع حلول مبدئيه لهذه المشاكل. المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر هي عمود الاقتصاد في أي بلد في العالم، وإحنا النهاردة في دفعة قوية جدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللي بتمثل حوالي 98% من المشروعات اللي موجودة على أرض مصر. يمكن النهاردة الميزة في الصالون النهاردة إنه بيجمع أصحاب الصلة أو الجهات اللي بترعى هذا الموضوع. صناعة التمويل المتناهي الصغر هي صناعة مهمة جدا في المرحلة الراهنة لدعم شريحة مهمة جدا في المجتمع، هي شريحة الأكثر احتياجا، بيهمنا قوي دعم هذه الشريحة، وخاصة إذا كنا بنتكلم في الناس اللي محتاجة 5000 ل 50000 جنيه أو ل 200000 جنيه، فدي مهمة جدا. النهاردة الذكرى 44 لرحيل القارئ الشيخ، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه، أحد أشهر قراء القرآن الكريم، مش بس في مصر ولا الوطن العربي ولكن على مستوى العالم. هو أول قارئ للقرآن الكريم بيحصل على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية في عيد العلم. الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه
حصل على وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر في احتفالات عيد العلم في 19 ديسمبر سنة 65، وده كان أول مرة يعني يمنح فيها هذا الوسام يعني لأحد المقرئين. أيضا كرم في العديد من الفترات من الرؤساء المصريين، حصل على وسام الامتياز سنة 85 مثلا من الرئيس مبارك. أيضا يعني المكتبة المصرية والإذاعة المصرية تزخر به تسجيلات فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، اللي هو يعتبر مدرسة متكاملة في قراءة القرآن الكريم يعني مختلف القراءات السبع، يعني ليه الدكتور فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه رحمة واسعة. نشوف التقرير وبعد التقرير إن شاء الله نلتقي بأحد أفراد أسرته. ملك المقامات ولحن السماء، القارئ الأول وواحد من الكبار الخمسة الذين سجلوا القرآن الكريم كاملاً للإذاعة المصرية، والذي صال وجال بصوته شتى بقاع الأرض، إنه الشيخ الجليل مصطفى إسماعيل. إذا كان لتلاوة عرش فقد تربع عليه بموهبته وجدارته، فقد قرأ القرآن الكريم بطريقة السهل الممتنع، فضلا عن إتقانه الشديد للمقامات الموسيقية بطريقة فريدة جعلته متفردا وإن قلده الكثيرون. فدعا ربه ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في قرية ميد غزال بمحافظة الغربية، وكان قارئ القصر في عهد الملك فاروق كما احتفظ به رؤساء مصر بعد ذلك. الشيخ مصطفى إسماعيل تم حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، وعمره لم يتجاوز 12 عاما، كان من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، وأتقن قراءة القرآن الكريم بأكثر من 19 مقاما موسيقيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وفي 26 من ديسمبر توفي القارئ المبدع مصطفى إسماعيل بالإسكندرية، ليرحل تاركا لنا مكتبة كاملة من التلاوات الخالدة. من مصر طارق أحمد. برحب بالأستاذ محمد محسن حفيد فضيلة الشيخ الراحل مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ عمرو وكل السادة المشاهدين. الله يخلي حضرتك. يعني النهاردة يعني الإذاعة المصرية وإذاعة القناة الكريم خصوصا يعني كان في احتفاء، واليوم كله النهاردة كان مخصص لفضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل وتلاواته للقرآن الكريم. شايف ازاي يعني رغم مرور 44 سنة ولكن متربع على العرش كأنه موجود ما بيننا، يعني هذه الأيام على عرش دولة التلاوة للقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ مصطفى إسماعيل أستاذ عمرو جامعة قرآنية، يعني كلما يعني حاجة نادرة، حاجة كده سبحان الله، يعني ربنا جمع له الموهبة كلها في صوته العذب الذي يأخذك إلى يعني
الى عالم الجمال، عالم كده تحس ان انت وانت يعني بتستمع للقران الكريم يعني بيشرح لك المعاني بتاعته وبيفهمك المعاني بتاعته حقيقي. واخد بال حضرتك يعني؟ فهو الشيخ مصطفى عامل زي الذهب كده، كلما قدم زادت القيمه بتاعته. مظبوط، رحمته الله عليه يعني. امين يا رب. كمان كان بيتميز فضل الشيخ مصطفى اسماعيل بقدرته على تلاوه القران الكريم طبعا بالمقامات وبالقراءات، وحتى ده جذب اليه اطياف كتير. يعني غنى في شرق اسيا، غنى يعني قرأ القران الكريم في شرق اسيا، قرأ القران الكريم في القدس الشريف، في اكتر المجال، في الولايات المتحده الامريكيه، في اوروبا. يعني هذه التلاوه بهذه المقامات الموسيقيه، يعني كيف أثرت أو كيف زادت من شعبية وحب الناس لفضل الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه؟ والله حضرتك تقدر تقول يا أستاذ عمرو الإخلاص، يعني الإخلاص في تلاوة القرآن الكريم ما كان لله دام واتصل، يعني صحيح. حاجة كده تخلص لله تبارك وتعالى، فربنا بيبارك لك في العمل اللي بتعمله ويحبب فيك كل الخلق الله تبارك وتعالى. نعم. شايف ان الاخلاص بتاع الجيل ده يعني عدى، بالاضافه طبعا للموهبه اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لهم، يعني الموهبه بجانب الاخلاص، بجانب الفطره السليمه، بجانب العلم طبعا، لان الناس دي درست على ايد علماء اجلاء، يعني تخرج على ايديهم علماء اجلاء، فظهرت المواهب العبقريه الفذه امثال الشيخ طبعا. مصطفى، الشيخ محمد رفعت، الشيخ البهتيمي، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، كل هؤلاء المشايخ العظماء يعني خرجوا بهذه الطريقه. اكيد اكيد. العلم الصحيح والدراسه الصحيحه بجانب الموهبه يعني الموهبه الفريده اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها لهم، بجانب الاخلاص اللي هم يعني اخلصوا لله تبارك وتعالى. النهارده حضرتك بتتكلم في اكتر من 44 سنه رحيل، ومع ذلك بنحتفل هنا وكل العالم الاسلامي بيحتفل بذكرى وفاة الشيخ مصطفى اسماعيل. احنا عارفين ان في كنز لفضل الشيخ مصطفى اسماعيل من التلاوات والتلاوات النادرة، وكان في جهود كتير جدا لتجميعها، وبعض الاساتذة والمتخصصين اللي اشتغلوا على تراث فضل الشيخ مصطفى اسماعيل. ارجو حضرتك تقول لنا وصلتوا لفين فيه، يعني هذه التلاوات وصلت لفين؟ هل بالفعل موجودة؟ هل وصلت مثلا إذاعة القرآن الكريم؟ هل وصلت للقنوات المعنية بحفظ التراث؟ والله يا أستاذ عمرو الموضوع كله بيتلخص في إن حب الناس، أولا حب الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان، والدليل على كده زي ما بقول لحضرتك إن إحنا لحد النهاردة بنحتفل بذكرى وفاته، والعالم الإسلامي كله بيحتفل معنا يعني. الأمر الثاني يعني المحبين بقى، المحبين وعشاق الشيخ مصطفى اسماعيل أخذوا على عاتقهم هذه المسألة بإخلاص، وبدأوا هم يجمعوا هذه التسجيلات، وأرسلوا في يعني في حضرتك هنا أولاد الشيخ أرسلوا تسجيلات نادرة جدا للإذاعة، وبيبث منها دلوقتي حاجات كتيرة جدا، حاجات جميلة يعني، فيها حاجات أول مرة تذاع، في تسجيلات نادرة، بجانب طبعا المحبين على شبكات التواصل الاجتماعي أثروا هذا الموضوع، ويعني ولسه والله يعني كل يوم يظهر جديد ما شاء الله في موضوع التلاوات اللي هي الجديدة والتلاوات النادرة، وفي فيديوهات جديدة بتبث يعني. احنا طبعا الجيل فبنتعامل بقى مع التكنولوجيا بهذا الأمر، يعني ان احنا بنجمع الكلام ده بالظبط، يعني حضرتك الاستاذ عمرو معاه حاجه نادره بيبعتها، واحنا أكيد. يعني كده بنحاول نكون مكتبه تليق بالشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. كمان من اكيد من الاحفاد، يعني من حمل وورث الجينات الخاصه بعذوبه الصوت في تلاوه القران الكريم من الجد الشيخ مصطفى اسماعيل، يعني مين من الاحفاد دلوقتي اللي دلوقتي بيتلو القران؟ وانا عارف كمان ان حضرتك كمان بتتلو القران الكريم يعني. والله هو في كتير يا استاذ عمرو، يعني ما شاء الله يعني العائله عندنا فيها نماذج كثيره، يعني
بنحتذي حذو الشيخ رحمة الله عليه، وبنحاول كده يعني نستقي من بحر ما شاء الله الشيخ مصطفى اسماعيل كده على قد ما بنقدر يعني. طيب أرجوك أرجوك يعني نستمع يعني، مش هقدر أعدهم لحضرتك لأن كده ربنا يبارك فيهم كلهم يعني، ولكن أرجو حضرتك يعني يعني لو يعني تيسر ليك يعني تطلع لنا جزء من القرآن الكريم من صورة أو من مجموعة آيات كان أنت بشكل شخصي بترتبط من خلالهم بالجد الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يفتح على حضرتك، ربنا يفتح على حضرتك فضل الشيخ محمد محسن. يعني واضح ان الخير ممتد، الخير ممتد من الجد فضيله الشيخ الراحل مصطفى اسماعيل رحمه الله عليه على حضرتك، للاحفاد من جيل حضرتك، وان شاء الله لاحفاد الاحفاد العذوبة وحلاوة الصوت وحتى الطبقات نفسها حضرتك واخدها. يعني والله هذا من فضل ربي يعني يا أستاذ عمرو، ما شاء الله يعني نورتونا والله. الله يخليك. نحتفل شكرين. سويا كل عام كده ربنا يديكم طول العمر والسادة المشاهدين، ونحتفل جميعا كل عام بذكرى رحيل الشيخ مصطفى اسماعيل عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. شاكر جدا وجود حضرتك معنا فضيلة الشيخ محمد محسن حفيد فضيلة الشيخ الراحل مصطفى اسماعيل رحمة الله عليه رحمة واسعة. استاذن حضراتكم نخرج الى فاصل سريع، وبعد الفاصل ان شاء الله مستمرين مع حضراتكم، ارجوكم خليكم معنا. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف توافر السلع في الاسواق. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة، لا سيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المعظم. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة. وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الموارد المائية والري في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك وصولا لتحسين عملية إدارة موارد الدولة المائية. قال الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة: إننا على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكشف رئيس جهاز التنظيم والإدارة عن تخصيص الحكومة 9024 وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع العمالة التي سيتم نقلها خلال أيام. كشفت تقارير صحفية عن تواصل مسؤولي ريال مدريد الأسباني مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من أجل العودة إلى النادي مرة أخرى. وقدمت إدارة ريال عرضا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل العودة لصفوف الملكي من جديد في انتقالات يناير 2023 بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد بالتراضي. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،
بارد ليلا على أغلب الأنحاء. برحب بحضراتكم من جديد، وبرحب بضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ وليد طغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير. أستاذ وليد أهلا بحضرتك. أهلا يا عم. أهلا وسهلا بحضرتك بقى الكثير. عام جديد سعيد يا رب إن شاء الله على مصر وعلى العالم كله يا رب إن شاء الله وعلى الناس كلها. عام رائع إن شاء الله يا رب بإذن الله. ده يعني آخر لقاء لينا بإذن الله في هذا العام 2022، إن شاء الله ما يكونش الأخير أبدا. ولكن حابب أعرف معاك، احنا دايما بنناقش السوشيال ميديا وتوجهات عليها كانت عامله ازاي طول الاسبوع، ولكن خليني افتح معاك شويه المجال. السوشيال ميديا طول سنه، انطباعاتك ايه؟ شفت ازاي تعاملاتنا؟ انطباعاتي ان المساوئ اكتر من المميزات للدرجه يعني. دي يعني التدخل في الامور الشخصيه، مزيد من الشائعات، مزيد من يعني احنا برضو عندنا مشكلة عمرو في المجتمع السوشيال ميديا بتاع. طبعا السوشيال ميديا ده عينة من مجتمع، لو تجيب حد تعمل له تحليل دم بتاخد منه 3 سنتي، وده بيدل على كافة الدم في باقي الجسم. هو السوشيال ميديا دي احنا بنعتبرها حاليا هي معيار او ترمومتر القياس للشرائح مختلفة في المجتمع بعيدة عن نسق الإعلام العادي أو التقليدي، الصحافة، التلفزيون، ده نوع معين من إعلام مقفول، إعلام الشباب طبعا لأنه مش خاضع كمان لمعايير. أكتر من حادثة بترى أن هناك رغبة شديدة في التساير مع الشائعة بلا وصول أو بلا التحقق، وده آفة كبيرة حتى الآن. شائعات مختلفة بتأثر في اتجاهات أو اعتقادات الرأي العام دون التحقق بنساهم فيها، ده رقم واحد. رقم اتنين، تدخل شديد في الحياة الشخصية يا عمرو للأفراد، الحياة الشخصية بلا سقف، وده أنا مش عارف كيف صنع أو كيف يعني استمر مجتمع السوشيال ميديا الحياة الشخصية للأفراد. حتى ده حتى يعني العرف القانوني أن أي متهم بريء حتى تثبت الإدانة. على مواقع التواصل الأمر مختلف. طب ليه شايف للأسف احنا بنلمس فيديوهات الفضائح للأسف بتلاقيها الأكثر مشاهدة، فيديو فضيحة يجيب 15 مليون مشاهدة. شوف القيمة لما تجيب قيمة أصل هو ما تجيبش مشاهدات. الترند ده يا عمرو في تصوري يعني كان ليه انعكاسات سلبية على حاجات كتيرة قوي. رقم واحد على الصحافة التقليدية، يعني حتى بعض وسائل الصحافة التقليدية بقت تقول لك تعالى نعمل ده لأنه ترند. يعني أصبح الترند هو اللي بيحرك بعض وسائل الصحافة أو بعض وسائل المفترض أنها هي التي تصنع الترند. طيب الناحية التانية، الترند السلبي لأنه أكثر شيوعاً، فأصبح الترند السلبي أحياناً يكون هو المسيطر على بقية الوسائل الأخرى علشان الناس تشوفه أكتر. طب أنت هل أنت المفروض المادة المرسلة أو الإعلام أو الخبر هل مفترض تحقيقه للترند ولا تحقيقه لمجموعة من العناصر، منها المعلومة ومنها المصداقية ومنها المساهمة في التوعية؟ ده هو المفروض أنه ما يحققش يعني الترند مش هو المستهدف، لكن لان احنا لسه في فتره الدخول من عالم الصحافه التقليديه الى عالم السوشيال ميديا واللي هي وسيله الاعلام غير التقليديه، ما زلنا في مرحله ضبابيه العشر سنين اللي فاتوا، واعتقد هنقعد لنا كمان 10 سنين حتى تتضح الامور او تظهر ضوابط، لان هناك اساءه استعمال استخدام لوسيله مفترض انها تواصل اجتماعي أصبحت عكس التواصل وأصبحت عكس اجتماعي، يعني أصبحت وسيلة ضارة. علينا أن أو أتصور أن بعد المرحلة اللي فيها اختلاط أو دخول من عهد أو من عصر العصر، أتصور أنها يحصل مرحلة استواء حتى ندرك أن اللي في إيد الشباب ده أحيانا يكون
ربما يكون قنابل موقوتة إن لم تحسن يحسن استغلالها. إيه أكتر شيء إيجابي رصدته بقى على السوشيال ميديا في سنة؟ ارتفاع حائط الصد تجاه الشائعات الممنهجة اللي ما زالت بتحاول ضرب مصداقية الدولة، ضرب الرأي العام أو التشكيك الرأي العام في دولته عام. الفترة 2022 كانت من أفضل في رأيي السنوات التي ظهرت فيها ناس عاديين قوي، ناس كانوا ربما منهم من كان يعني انجرف أو صدق أو وقع في فخ الشائعات في سنوات سابقة، هؤلاء أصبحوا أو ظهر أنهم حاجز، فعلا حاجز صد لكل أو مجمل الشائعات أو كتير من الشائعات التي استهدفت الرأي العام في مصر على مستوى الإنجازات، على مستوى المشروعات القومية، على مستوى يعني سواء قضايا اجتماعية أو قضايا تخص المواطن أو حتى على مستوى القضايا السياسية. لذلك مثلا أنا عايز أقول لحضرتك أن الأسبوع اللي فات بعد قمة بغداد حصل تراتبيات أو جدل كبير، على مش جدل، استعراض على مواقع التواصل لزيارات رئيس الدولة المصرية خلال الزيارات الخارجية خلال 2022، وده كان الحقيقة جيد جدا لإظهار في هذا المحيط على مواقع التواصل بين الشباب كيف تسعى القيادة السياسية أو الدولة المصرية أو كيف استعادت الدولة المصرية قدرة المكان والمكانة خلال عام 2022. بالمناسبة مجالات السياسة عمر كانت قليلة قوي لما توصل للجيل اللي هو جيل السوشيال ميديا اللي احنا بنقول عليه جيل السوشيال ميديا، قليل لما كانوا يهتموا بها قوي، قليل لما كانت تدخل في يعني مناقشاتهم، لكن نتيجة لأن هناك حملات كانت زي ما بقول لحضرتك كانوا نفس الشباب دي كانت بتسقط في الفخ أو بتقع في الفخ، بدأت هي اللي تكون حائط الصد أمام أو تهتم بالمسائل التي لم تكن يعني ما كانتش تدخل اهتمامها بالمعنى المفهوم. شايف إزاي الوعي كان السنة دي على السوشيال ميديا، فكرة التمييز ما بين ما هو ملفق ما هو شائع وما هو حق ارتفعت لدينا، ارتفعت عندنا في مواقع التواصل فكرة هل الخبر ده سليم من عدم؟ هل بالمناسبة بدأت نفس السنة 2022 بدأت يتحط خبر كده يترسم بالجراف ان ده من جريدة ليها مصداقية او من موقع ليه مصداقية، ويتحط الخبر و يلف على مواقع التواصل خبر مضروب منسوب لموقع او لجورنال بنفس اللوجو. مظبوط. دي كانت مزبوط. الازمه دي كانت ازمه كبيره في 2021. 2022 بدا السؤال منين جبت هذا الخبر؟ منين الناس ترجع للموقع ده؟ الموقع ده ما نشرش الخبر ده يا جماعه، خدوا بالكم. ودي كانت ازمه كبيره برضو في 2021، انك انت كنت عندك مساحه كبيره من الشائعات او يعني الحاجات المستهدفات اللي هي بتدخل لك من هذه الثغره. 2022 الامر اختلف، وده كان جيد جدا عند فئه قطاع كبير من مسألة الوعي. الوعي مسألة مكتسبة عمر، يعني الوعي مش مرة واحدة بينزل الوعي عند فئة من الناس، ده الوعي مسألة مكتسبة. وأهم حاجة بتضيف إلى هذا الاكتساب هو يعني اللي اتلسع من الشرب، يعني أنا قبل كده اتضحك عليا، أنا قبل كده وقعت في فخ، أصبحت الأخبار دي غير سليمة، الأخبار دي صدقتها ولم تكن صحيحة. ده كان من الأشياء المبشرة في 2022. لكن لا زالت الأمور الشخصية مسيطرة على مواقع التواصل. محاولة التشكيك في الرموز ما زالت موجودة على مواقع التواصل. الرموز الفنية أو الرموز بالذات، يعني الرموز الفنية أو الرموز المشاهير يعني، وما زال هناك زي ما تقول كده يعني اهتمام بقضايا هامشية خالص يا عمر.
يعني بتاع الكشري الواحد بيستغرب منها يعني تستحوذ على درجة وده لغز الحقيقة كي يعني مثلا فكرة بتاع الكشري فضلت ترند على مواقع التواصل لمدة شهر والله اكتر كمان ده لغايه دلوقتي بنشوف يعني راح فين وزار مين وعزف مين برضو ده لغز وسؤال رهيب يعني كيف يفكر هؤلاء او دي من الالغاز اللي احنا حتى الان يعني طب ده خطر ما عرفناش عليها يعني مش عارفين ايه اسبابها حتى الان انك تلاقي شريحه من المجتمع وشريحه مش قليله شريحه كبيره السوشيال ميديا بالظبط كده شريحه كبيره بشغلها الشاغل وتعليقاتها كلها على بتاع الكشري او على بتاع اللي كان بيغني فوق السطوح وتلاقي ده يقعد شهر ويقعد شهرين يعني في حين ان احنا بنغمض علينا عن حاجات ايجابيه وحاجات او اهم المفروض نتكلم فيها عندنا حاجات اهم وعندنا حاجات ايجابيه وعندنا حاجات أكثر فايدة يعني جدل أو المناقشة فيها بتفتح أفاق عند آخرين لكن ده من الألغاز اللي بقول لحضرتك حتى الآن أنا يعني أنا كشخص أو مجموعة من الأشخاص أو حتى الآن إحنا مش عارفين إيه السبب الذي يجعل دفع من قضية هامشية تماما أو ليس لها أهمية على الإطلاق وتسيطر على مواقع التواصل تحت عنوان الترند. الترند ده هيفضل يعني مشكلة أو هتفضل الترند دي أزمة في الأوساط اللي احنا بنتكلم عليها والأوساط الصحفية لأن هناك بعض المؤسسات أو الصحافة النشأة هي صحافة الترند بالزبط. والترند بالأسف. لا يصنع خبر ده رقم واحد والترند لا يصنع مضمون ولا قيمة لكن الـ 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 التركيبة دي حتى الآن احنا لسه ما نعرفش ألغازها. طيب أذنك نخرج فاصل سريع بعد الفاصل إن شاء الله نكمل كلامنا أرجوكم خليكم معنا. رجعنا تاني مع حضراتكم وبرحب من جديد بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ وليد طغان. أستاذ وليد أهلا بيك مرة تانية. أهلا يا عمر. أهلا بيك. احنا مجهزين لحضرتك ولحضراتكم دلوقتي قائمة أعلنتها جوجل يوم 8 في الشهر يعني بقى لها هو يعني اقل من 17-18 يوم بتبين احنا ازاي كمصريين اكتر الحاجات اللي احنا دورنا عليها على السوشيال ميديا او كلمات البحث. تعالوا نبص كده مع حضراتكم دي فيها علي استاذ وليد في حاجات فظيعه فيها حاجات غريبه طيب نشوف البحث العام يعني الجنرال بصفه عامه الناس دورت على ايه. اول حاجه كان سعر الدولار اليوم اكتر الحاجات يعني ثم كاس العالم دعم مصر منتخب مصر كاس أمم افريقيا يعني التوجهات معظمها رياضه معظمها رياضه ومعظمها منتمي يعني معظمها خاص بالانتماء يعني دعم مصر دعم مثلاً. مصر منتخب مصر برضو انتماء صح. وكمان ده يعني الاكثر توازنا يعني ده على المستوى العام. طيب يعني سعر الدولار كاس العالم دعم مصر منتخب مصر كاس أمم افريقيا دي اكتر الموضوعات اللي المصريين بحثوا فيها في 2022. طيب هاو تو اللي هي يعني ناس بتسال عايزه بتعرف تعمل الحاجه دي ازاي ده اللي هو يعني نقدر نقول عليها يعني اسئله غريب. في 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 شكل لا شيء غريب لا شيء الكلام في شكل اسئله غريب يعني اول اكتر حاجه المصريين سالوا عليها ما اعرفش ازاي ما اعرفش ازاي ازاي اقرص الناموسه زي ما قرصتني ازاي يعني؟ وده غريب قوي ده يعني ده برضو يعني لاحظ ان شخص ده مش شخص واحد مش شخص واحد ده مجموعه من الاشخاص كتير قعدت وخدت من وقتها وخدت من افكارها علشان تطلع بهذا السؤال اللي هو عمل ترند او عمل يعني حقق ملايين ده شيء من غريب. الجدل ده شيء غريب يعني ناس بتسال على ده كم اهدار الوقت والجهد والتفكير يا عمرو عند اصحاب هذا السؤال الثاني اغرب منه اللي في المركز الثاني ازاي الاقي ريموت التلفزيون يعني يعني في الغاز حتى الان يعني دي من الالغاز عمرو او طريقه او ميكانيكيه التفكير اي سلوك البني ادم بيعمله بيبقى ليه دوافع والدوافع تنشئ السلوك وفق افكار انا عندي فكره وبتولد دافع وبينتج سلوك صح. بالنسبه للسؤال ازاي الاقي ريموت التلفزيون ده يختفي فيها الفكره والدافع خالص
والناتج سلوك أي سلوك بلا مضمون يعني ما فيش اي منطق. طب برضو هاو تو ازاي اعمل اكتر الحاجات اتسالت يعني المركز الثالث ازاي اروح اهل مصر؟ ما امش اهل مصر طبعا ده كان المفترض ان هو يبقى السؤال الاول يعني او الاكثر الاسئله يعني, يعني في المرتبه الاولى يعني ولكنه يجي في المرتبه الثانيه الرابعه ازاي احسب كام في كام في الميه ومش عارف يعني ايه برضه واحسب كام في الميه اقصد النسبه المئويه يعني معروفه يعني احسب كام في الميه ازاي بقى ازاي تخلي البنت تحبك يعني ده برضه احنا بنتكلم على ملايين يعني اللي دخلت سالت عشرات بالتوجه ده مئات الناس اللي دخلت او انشغلت بهذا السؤال اللي عملته على جوجل ودي برضو ليها دلالة طبعًا. يعني دلالات غريبة نروح بتوريك يعني قد ايه حجم المساحات الفاضية او الفراغ على حقيقي. وسيلة مفترض ان الوسيلة دي يعني ده حجم فراغ مفترض ان الوسيلة دي يا عمرو ممكن ان تكون حقيقي سلاح ضد مجموعة الناس أو ليها هي البيانات دي بتتحلل وبيتقري منها أنماط التفكير في المجتمع عاملة غير أنماط التفكير إن ممكن كمان طبعا أنماط التفكير وده ليه دلالات وتحليل ليه دلالات لكن أنت كمان من وجهة من ناحية تانية هذه الوسيلة أو هذه طريقة التفكير هي الطريقة اللي أحيانا يمكن أن تستغل في أمور طبعا خارجة طبعا. عن طبعًا. المألوف يعني. من أكتر الشخصيات بقى تشوف أكتر الشخصيات إحنا كمصريين دورنا عليه على جوجل نمرة واحد الطفل ريان المغربي رحمة الله عليه وده كان تمام معتبر يعني يعني ثم الباقي فنانين يعني منهم طبعا الفنان الراحل هشام سليم في وفاته طبعا قبله ماهر الببلاوي بعده شهماء جمال جورج الراسي رحمة الله عليه فبرضو لو تاخد بالك برضو كلها ما عدا ريان كله فن مرتبط بشخصيات فنيه كله فنيه او مشاهير هو ده ليه ما فيش علماء ليه ما فيش مخترعين ليه ما فيش يعني شخصيات يعني مش عارف يعني والله انا معاك طبعا في ده انا كمان ده سؤال يعني كنا لسه بنقول فيه عمرو ان هناك من المشروعات او من الشخصيات او من المناسبات او من الموضوعات ما هو اكتر ايجابي طبعا مش القصد ان ده مش ايجابي يعني لكن او الفن مش ايجابي لكن هناك دوائر اوسع طب اديني تنوع يعني الفكره اديني تنوع فيها التنوع يعني. وعلى في حاجات اكبر قدر من يعني المفترض ان احداث وشخصيات يعني. ده صحيح. طيب الاغاني وده برضو بيعكس المزاج بقى والمود والاغنيه الاغاني دي بقى بتفسر لنا بالظبط ايوه يعني بتوصلنا لنمسك يعني ذوق خيط مهم من الخيوط هنلاقي طبعا أغنية الغزالة رايقة لا أغنية الغزالة رايقة دي يعني يدخل فيها يعني نقدر يعني مفيش كلام كتير عليها لأن طفل في إطار فيلم الأغنية يعني فرفوشة يعني مفيش تعال بقى على اللي بعدها علشان هو ده اللي هي ست وأنا أغنية شيماء فاكر اغنيه شيماء دي يا عمرو اللي هو دي كانت مش اغنيه ده كان يعني قالب كده بملامح معينه وطلعت شيماء دي بطه على ما ايوه صح مظبوط الاغنيه دي صح شوف دي رقم ثلاثة يعني واغنيه البخت دي اعتقد بتاعت ويجز لو انا مش عارف البخت بتاعت مين واغنيه يومياتي ويجز اغنيه ويوماتي ببعت السلامات بتاعت مين يا جماعه مش عارف طب ده دلاله برضو الاغاني انا مش عارف هي بتاعت مين عبد الفتاح الجريني ده دلاله برضو الشكل اللي انت بنجيب اول خمس اغاني او اول خمس انماط من الذوق على مواقع التواصل او اونلاين وده يعني برضو دلاله اتصور يعني ان كان يجب ان يكون فيها اسماء مختلفة او اضافية او ربما نبدأ بيها ده بيقيس الذوق العام ولا ما اقدرش اقول انه بيقيس يعني الذوق العام لانه بيمثل يعني شريحة من مستخدمي السوشيال ميديا او جوجل ما نقدرش نقول يعني. ان هو بيقيس الذوق العام لكن هو بيقيس شريحة كبيرة من مستخدمي مواقع التواصل في مراحل سنية اتصور انها يعني ما بتعديش 25-30 لكن
برضو ده محتاج دراسة يعني أكيد. محتاج الذوق ده يعني طريقة دي في التفكير محتاجة دراسة. لاحظ يا عم ان الانسان بيتعامل بسلوكه في الشارع زي ما بيغني او بيغني زي ما بيتعامل بيسمع. في سلوكه في الشارع او زي ما بيسمع. لذلك كمان العلاقات مستوى العلاقات او شكل العلاقات بين الناس زي اغانيها. يعني مثلا يقولك في شعوب بتتكلم زي ما بترقص. شعوب اخواننا في افريقيا وبيتكلموا حتى بطريقة راقصة او مبهجة. دلالة الاغنية هي دلالة التفكير. طبعا الشباب النهاردة يقولك مثلا عامل حوار ويقصد بكلمة حوار انها مشكلة. مع ان الحوار اصلا يفترض ان نقاش. نقاش ما بين يعني الناس يعني فهيدا ده ليها تواصل. دلالة تواصل يعني الحوار طبيعي. طبعا الحوار في المفهوم اللغوي اصبح ان في ازمة يعني ده عكس المفهوم للدلالة او الكلمة يعني. طيب الحقيقة أستاذ وليد الموضوع كبير جدا وحتى محركات البحث على مستوى العالم بقى هنا بنلاقي أزمة أوكرانيا دي نمرة واحد, وفاة الملكة إليزابيث دي نمرة اتنين, جدر القرود نمرة تلاتة, وجوني ديب وأمبر هيرد الأزمة اللي حصلت ما بينه وما بين مراته أمبر هيرد دي المركز الرابع. فطبعا يعني أزمة أوكرانيا كانت فرضة نفسها, الملكة إليزابيث فرضة نفسها. أزمة أوكرانيا طبعا فرضت نفسها لأن العالم يعني تداعيات على العالم يعني أزمة الحقيقة حتى الآن مش معروف متى تنتهي هذه الأزمة أو ما الشكل الذي يمكن أن تنتهي به, لكن اللي معروف جيدا هو تداعيات هذه الأزمة على العالم كله. خلينا أشير أمر يعني رغم تداعيات الأزمة على العالم إلا أن هناك على مواقع التواصل من أراد أو من حاول, وكانت للحقيقة محاولات تم التصدي ليها فعلا زي ما بقول لك من مجموعة من الشباب العاديين. هناك من أراد أن يعني يختصر الأزمة أو يختزلها في مصر فقط. على الناحية الثانية الاقتصاد المصري بالفعل لولا قوة الاقتصاد المصري أو لولا إجراءات حقيقية اتخذت تمت منذ سنوات لم يكن هذا الاقتصاد يقدر يستوعب كورونا أكيد. ثم يستوعب تداعيات الأزمة الأوكرانية. في ناس بتتصور أن استيعاب البعض بتتصور أن الاستيعاب يعني ما فيش مشاكل, أن أستوعب عندي قدرة على الاستيعاب يعني ما عنديش مشكلة. لا, هو المشكلة تحدث وتحدث في العالم طب. لكن هو الاستيعاب هو قدرة الدولة في التعامل مع الأزمات, لأن الأزمات طب. لن تنتهي, لكن هو القدرة أو الحنكة هي بتيجي من كيفية أو عندك لديك القدرة على التعامل والاستيعاب. نعم, إن شاء الله بإذن الله 2023 تكون أحسن بإذن الله. بإذن الله, بإذن الله متفائلين جدا بسنة جديدة بإذن الله, بإذن الله. سنة سعيدة على مصر ومزيد من الاستقرار ومزيد من الانتاج ومزيد من مصر بتتغير الحمد لله, واحنا إن شاء الله متفائلين جدا يعني ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كل سنه وحضرتك. شكرا جزيلا. سوري طبعا. شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضراتكم. صباح الخير.